يكون مميز في سبق مين؟ النجمة أصالة. طيب ماشي برضو ماشي. أوكي ماشي. إحنا محظوظات جدا النهاردة بحضرتك حبيبتي أنت. اسمحي لي أسألك من روح التقرير، لفيت الوطن العربي، بتشوفي إيه اللي بيميز المرأة المصرية؟ اهتمامها بعائلتها وبولادها، أولوياتها دائماً أمومية. يعني أولويات الست المصرية غالباً اللي بشوفهم من أصدقاء ومحيط، وأنا صار لي تقريباً أغلب سنين عمري عشتها بمصر من حسن حظي. الست المصرية ست على الطاقة بشكل لأولادها، بتخلي يعني أنا مرات بحس بعجزي قدام صديقاتي المصريات من كتر ما هنن بيهتموا بتفاصيل أولادهم وهواياتهم وتنميتها. الست المصرية أم عظيمة جداً جداً، ما لها مثيل. شكراً لحضرتك.